من جد موضوع مرة مهم. وبعض الأوقات يا هاني وهدى ضغط العمل أحيانا بيكون سببه الموظف نفسه، ما هو عارف أصلا كيف ينظم وقته ويحدد أولويات المهام، وأحيانا بيكون فعلا في ضغط من قبل الشركة اللي بتخرج عن قائمة المهام المتفق عليها في عقد التوظيف، وبتزيد ساعات العمل دون تقدير وتضغط الموظف جسديا وطبعا أكيد نفسيا. للأسف في كتير موظفين ما بيعرفوا كيف يحفظوا الحقوق حقتهم، ويخافوا لو اعترضوا على أي أمر يعني جاهم أنه يخسروا الوظيفة، علما أنه عندهم الحق الكامل. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا المحامي المستشار ماجد الفهد اللي حيدينا كل الإرشادات وحيفيدنا في هذا الموضوع. يسعد صباحك. يا هلا وسهلا صباحك أستاذ ماجد. إيش العلامات أو الإشارات اللي تدل أنه هذا الشخص مضغوط في العمل؟ طيب مضغوط في العمل أغلب الناس تحب تتشكى، خلنا نكون واضحين، يفضفضها ولا الضحية. أيوه دور الضحية لابد أن يكون موجود، لكنه المهم هنا اللي احنا نقول للناس قبل ما تبدأ أي وظيفة سواء أنت بتوك بالبدايات أو حتى بعد 10 سنوات لما يجيك راتب أفضل ب30% 40%، اقرأ العقد، لا تناظر للراتب بس وكم مقدار المكافأة وتنبهر فيه يعني. تنبهر فيه، لا، عندك ساعات العمل وعندك المهام الوظيفية، والمهام الوظيفية هي المهمة في هل أنت تستطيع أنك تقدم هذه المهام الوظيفة بكل كفاءة واقتدار. لماذا؟ لأن الأجر الذي تتقاضاه مقابل العمل، لو كان واحد ينزل راتب بدون ما يشتغل ما يمشي، ولو كان يشتغل بدون ما ينزل راتب ما يمشي، فالمفروض أن تكون يتساوى المهام. هذه المهام في نقطة مهمة جدا اللي هي بعض المدراء ذكي، وش يسوي؟ يبدأ يعطيك المهمة الأولى اللي موجودة في العقد، وبعدين يضيف لك مهمة شوية إضافة هي حقت زميل بس مو لك، فأنت من باب المجاملة من باب المرونة تأخذها، بعدين يقول والله هذا قاعد ياخذ، بعدين يقول لك أنت أصلاً ذكي وأنت يعتمد عليك فديك مهامين زيادة وأنت تفرح عليك. وأنت تصدق تفرح بنفسك صح؟ هذا الكلام أنا ما عندي مشكلة فيه في المنشآت الصغيرة متناهية الصغر اللي كل واحد يشيل عن الثاني، لكن بالأماكن الكبيرة أو اللي ممكن هن يحاسبك، مثلا أنت مهمتك سكرتارية لكنه طلب منك طلب تنفيذي مش لك أبدا، لو تخطي فيه أنت بيحاسبك. هنا تعال وقف، حرام، أنا وش المهام؟ فما في أفضل خيار أنك تطلب مهامك الوظيفية مكتوبة زين وتناظرها. كمان في نقطة يا سهى، الناس مات في لائحة داخلية، وعندنا في المملكة العربية السعودية وزارة الموارد البشرية ألزمت كل منشأة يكون عندها لائحة. هذه اللائحة تعلمك بسياسات الشركة كامل، متى تغاب، متى تتأخر، متى تداوم عن بعد، متى كم الخصم، كل شركة تختلف عن الثانية. كيف ما نقرأها؟ ما نقرأها لأننا نفصل فرحانين في الوظيفة زين، فنقول الحمد لله جتنا الوظيفة، الحمد لله جتنا الوظيفة، لكن تأكد لنفسك لأنك بعد كم سنة وش بتسوي؟ تتورط أو تهون أو كذا، خاصة أنه في نظام العمل الآن عندك كل شيء واضح وعندك حتى تعرف الحلول، كل شيء واضح. يعني مثلا خلينا نقول لك الان انت عندك راتب زين، تم الخصم من الراتب، لازم يسبق الخصم من الراتب تحقيق، لان هذا التحقيق قبل ما يتخذ اجراء، والاجراءات احيانا الاجراءات في تحقيق، بعدين انذار شفوي، بعدين انذار كتابي، تصل الى درجات الفصل في اماكن معينه. يعني مش والله خلاص ما نبيك مع السلامة. هذه لازم الواحد صح يقرأ اللائحة عشان حتى لا يسمع من حواليه زملاء ولا مثلا ناس في شركات تانية انه هذا هو العرف مثلا في الشركات. مسألة العرف، وهذه بعد مشكلة ثانية. يجي واحد يقول والله شركتنا تسوي كذا، وليش ما انتم خلاص انا اطبق علي. لا احنا الشركة تختلف عن الشركة، في شركة حاطة مكان معين للناس وتقول والله يا جماعة الخير هذا للأكل، هذا للشرب، هذا الكذا. البعض لا، العكس تماما، تقول لك لا هذا ما لها أي دخل، لا أنت تبي تشتري من نفسك مثلا، فهذه تختلف. كمان في نقطة مهمة في العقود زين، العقد في نقاط مهمة لازم تتأكد منها. أول أهم العقود، أهم شيء، أول شيء يكون صاحب الصلاحية هو اللي موقع معك، ما يقول والله أي واحد يوقع معك، يا صاحب المؤسسة يا الموارد البشرية إذا كانت المنشأة كبيرة. الشيء الثاني أنت تعرف مهامك ووظيفتك، يكون تم الاتفاق بين الطرف الأول والطرف الثاني بوظيفة كذا. هذه الوظيفة هي اللي لها تحاسب عليها بعدين. تحاسب عليها صحيح. بعدين طيب دكتور، قد إيش في ناس عدوا عليك أو بتسمع أنهم أنه
فعلا بيعانوا جسديا أو نفسيا في الوظائف؟ شوفي، من اللي يروح العمل وهو قاعد يغني؟ قليل. أي ما في. تمام. فالآن عادي يكون يوم حلو يوم سيء يوم يوم. لكن بس في ناس بتعاني كثير. اللي تعاني هذولا حنا نيجي نقول تعال أنت إيش سبب معاناتك، من نفسك ولا من عملك؟ زين، غير كذا ترى العمل زين هو طلب للرزق، هذا طلب الرزق تستطيع أنك تستبدله في أكثر من مكان. لا تنسى حط دائما 30%. زين، وهذا من 30%. 30% من الدخل اللي يجيك هذا اعتبره ترفيه لك. يعني من الممكن أنه هذا 30% تصرف عن طبيب نفسي ترى. صح. زين، إذا ما رتبت أمور. أي والله صح. يعني يجيك راتب عالي أو بيئة محفزة، أنا أبقى في البيئة المحفزة الجيدة ولا أروح الراتب عالي لكني أنا منضغط نفسيا. صح. وأرجع للبيت أقلب البيت عليهم. صح. وبالليل أتشكى وأتحلطم بالنهار. هذا اللي المفروض الواحد يسويه. في نقطة مهمة بعد كذلك، أنه أحيانا بعض الموظفين زين ليش هم يأخذون ولا يعطونا؟ أيوة صح. صح صح. هذه الشركة أنت عندك أجر، هذا الأجر أو هذا الراتب اللي يجيك لازم أنت تنتبه أن تراه لمهامك. إذا يوم من الأيام شفت أن مهامك الدخل للشركة أعلى من الراتب، قدامك أمرين، يا تجي تقول لهم عدلوا عقدي ولا بروح لغيركم. أما أنك تزعل تقول لا والله الفلوس هذه مي ليش هم يكسبون من وراي. صح، في هذه الجملة دائما نسمعها. إيه؟ لأنه لا، هم يحسبون، هو إيش يحسب الموظف؟ الراتب، ينسى السكرتارية، ينسى الإيجارات، ينسى المصاريف، ينسى أي شيء ثاني. أي كله لا في. ينساها، هو يحسب أنه يكلف، يقول كم أنا أكلف على المنشأة؟ أكلف على المنشأة مثلاً 10,000 ريال إذا كان راتبه. هو ما يكلف 10، هو يكلف يمكن أكثر من 24,000، بس هو ما يتذكرها. فهذه اللي مفروض أنه يتذكرها. ولا ننسى ترى الشركات زين تبغى الرزق والأرباح، وأنت جاي عشان تحقق لهم الأرباح. صحيح. طيب دكتور أختم معك، هل تختلف القوانين بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة؟ أكيد. الوظائف الحكومية لها بالنسبة للمملكة العربية السعودية لها ترتيبات خاصة في نظام الخدمة. بس إيش أكثر الأشياء المتعارف عليها بيننا وبين بعض؟ يعني الواحد شوف، الوظائف الحكومية لها سيستم معين. أوكي. ولها ترتيبات، إحنا اللي ولها أنظمة. تمام. إحنا اللي نتكلم عنه أصحاب الشركة ذولا، اللي دائما يستطيع أنه يطلع من المكان هذا إلى أي مكان، يستطيع أنه ما يجدد عقده، يعني يستطيع أنه ينهي عقده. هذا في الخاص. هناك لا، لازم يقدم استقالة أو يوافق عليها صاحب الصلاحية. هنا لا، أنت تستطيع. كمان النقطة مهمة، بعض الناس على طول إذا زعل قدم استقالته. طيب اقرأ عقده، قد يكون إنهاء العقد مكتوب كذا، إنهاء العقد أفضل من الاستقالة. ليش؟ لأن في حاسمة. ما كنت أعرف إن في فرق. إيه لا، إنهاء العقد بموافقة الطرفين إذا كان منصوص عليه في العقد. لو تدخلون الآن حاسبة وزارة العمل المكافأة نهاية الخدمة تختلف، إذا كانت بإنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي تختلف عن الاستقالة. مكافأة نهاية الخدمة. والله معلومات كثيرة دكتور. الله يسر. لازم الواحد إن شاء الله يكونوا مشاهدين استفادوا يعني. لا لا لا. وكل شخص لازم يقرأ اللوائح اللي تخص الشركة قبل ما يشتغل، ونشوف بعض النصائح مشاهدينا حول نفس الموضوع.